بدأ العالم العربي يستعد لحقبة جديدة عنوانها النمو في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، والتي يتوقع أن يبلغ نحو 226 مليون مستخدم بحلول العام 2018، وذلك وفقا لتقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015-2016 من شركة أورينت بلانت للأبحاث. وأشارت التقديرات الواردة في التقرير النوعي إلى أن معدلات استخدام شبكة الإنترنت ستسجل ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 55% بحلول العام 2018 مقارنة ب 37.5% خلال العام 2014. إذن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد نضال أبو زكي، مدير مجموعة أورينت بلانت، للحديث باستفاضة أكثر عن هذا التقرير. دعني أرحب بك معنا أولا. اعطيني والمشاهدين بدءا المؤشرات الرئيسة لهذا التقرير. يأتي هذا التقرير يعني في مرحلة تشهد فيها اقتصاديات دول المنطقة إعادة هيكلة والاتجاه نحو من اقتصاد يعتمد على النفط والبتروكيماويات إلى اقتصاد متنوع وديناميكي. ومن هنا يعني نحن نركز على مفهوم اقتصاد المعرفة كونه يعني حلقة من حلقات الاقتصاد الجديد. بالنسبة للمؤشرات يعني هناك نمو كما ذكرت بنسبة يعني من 37% بعام 2014 بمعدل استخدام الانترنت في العالم العربي إلى 55%. يعني يتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 226 مليون، أي وهذا المعدل هو يأتي بمعدل 7% أعلى من المعدلات العالمية. جيد. هذا يعني باستخدام الانترنت. اما اذا نظرنا الى يعني المؤشرات اكثر عمقا، فهناك مثلا تقرير الاسكوا يشير انه في 47% الخدمات الحكوميه موجوده على الانترنت بدول غرب اسيا، بينما في دوله الامارات مثلا ودول الخليج تصل يعني الى 90%. نعم، ترتيب الدول في هذا التقرير. وهناك عدة مؤشرات. في مؤشر الأداء الإلكتروني تصدرت دولة الإمارات المؤشر، تبعتها البحرين ثم قطر ثم السعودية. في مؤشر التنافسية العالمية احتلت قطر الرقم 14 والإمارات المرتبة 17. في مؤشر وسائل التواصل الاجتماعي للدوائر الحكومية تصدرت دولة الإمارات كافة المؤشرات، حيث أن الدوائر الحكومية يعني تصدرت المعدل بطريقة عملها الاستباقية في طرح يعني الخدمات الجديدة والتواصل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أما في معدل استخدام الإنترنت احتلت دولة البحرين المرتبة الأولى بمعدل استخدام 74%، في حين تصدرت الكويت معدل استخدام أجهزة الهواتف النقالة بمعدل 194%. مسقط أنا لمحتها في هذا التقرير في موقع متقدم، سلطنة عمان. عفوا؟ سلطنة عمان مسقط. ما هو أيضا تتفوق في بعض المسائل من خلال رصدكم؟ أيوة، هي يعني بشكل عام دول الخليج تتصدر المؤشرات العربية. دولة عمان تحتل مرتبة متقدمة، لكن نحن يعني عم نذكر الدول بالترتيب، يعني المراتب الأولى والثانية والثالثة. سيد نضال، مؤشر استخدام التكنولوجيا بشكل عام، على ماذا تعتمدون بالمؤشرات حتى ترصدوا هذا المؤشر بشكله الأشمل؟ يعني ما هي المؤشرات التي ترصدوها لتعطيكم هذه النتائج؟ يقوم قسم الأبحاث بتجميع المعلومات من مصادر عالمية ومحلية ومن أرقام رسمية، ثم نحللها ونصدر التقرير ونعطي رأينا فيه، يعني نعطي رأينا في الأرقام. مثلا بالنسبة لمعدل الخدمات الإلكترونية الموجودة على الإنترنت تصدرت دول الخليج مثلا كافة دول غرب آسيا، يعني المعدل لآسيا ب 47% باستخدام أو تواجد الخدمات الإلكترونية على الإنترنت، بينما في دول الخليج تصل بين 98%. يعني في تفاوت بين الدول العربية النفطية والدول العربية غير النفطية لغاية الآن. نعم. في المؤشرات فواضح أنه يعني توجه نحو الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية في دول الخليج يعني أدى إلى هذه المعدلات العالية. نعم. هلأ نحن في كمان يعني مجموعة إحصاءات منها
انه اليوم نحن اخذنا معدل استخدام الانترنت بكل دوله، معدل استخدام الخدمات الحكوميه، لكن كمان اظهر التقرير انه صحيح الخدمات الالكترونيه موفره على الانترنت، لكن معدل استخدامها لا يرتقي الى المستوى المطلوب على سبيل المثال. فهو من الضروري يعني اليوم تكثيف الجهود على اساس انه ادماج اكبر شريحه من المجتمع العربي في الخدمات الالكترونيه والذكيه، يعني توفرها يعني لا. حاجه جيده، لكن الحاجه الجيده اكثر انه تكون يعني لها معدل استخدام عالي. نعم سيد نضال، رغم هذا الارتفاع الكبير في اعداد مستخدمي الانترنت وهذه الزياده المضطرده في الاهتمام بالاقتصاد المعرفي، ماذا عن المحتوى العربي في الانترنت؟ يعني الى اي مدى ستزيد معدلاته؟ المحتوى العربي على الانترنت لغايه الان ضعيف، وهو يعني لا يصل الى مستوى بعض الدول الاوروبيه الصغيره. لكن ما نشهده هو قفزات نوعية، يعني معدل سرعة انتشار اللغة العربية على الانترنت أعلى من المعدل العالمي، فنعتقد أنه هذه الفجوة يعني ممكن أن تحل خلال بضع سنوات في حال استمرارنا يعني في نشر المحتوى العربي على الانترنت. أنا أشكرك السيد نضال أبو زكي مدير مجموعة أورينت بلانيت على إلقاء الضوء على هذا التقرير، شكرا جزيلا لك.